حياكم الله أحبتنا. كعادتهم دائما يثبت أبناء الكويت جدارتهم ومهارتهم في مختلف المناسبات سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، وهو ما تمثل في قدرات وفد طلبة أكاديمية الموهوبين التابعة لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، اللي عاد قبل أيام قليلة بعد مشاركتهم في المعسكر الصيفي في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. نسعد في هذه الدقائق أن يكون معنا اليوم الدكتور عبد الله محمد السويد، مدير إدارة الموهبة في أكاديمية الموهوبين التابعة لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، والطالبة لطيفة فواز الخزيم أيضا، والطالب سليمان وليد الربيعة من أكاديمية الموهوبين التابعة لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع. صبحكم الله بالخير جميعا وحياكم الله. صبحك الله بالخير. الله يحييك. صبحك الله بالخير. بالنسبة أستاذ عبد الله، ما الذي تمثله مشاركة وفد من طلبة الأكاديمية في المعسكر الصيفي وبالذات إلى ناسا؟ بداية نصبح عليك أخوي عبد المحسن ونصبح على السادة المشاهدين. الهدف من الرحلة هو نشر ثقافة الفضاء في الكويت، كنا احنا عندنا طلبة متميزين في هذا المجال، وللأمانة احنا نفتقر لهذا التخصص بما يرتبط بتخصص الفضاء وعلوم الفضاء وغيره من هذه الأمور. فهذا الهدف الأول. الهدف الثاني ان احنا في مركز صباح الأحمد الذي ترعاه مؤسسة الكويت التقدم العلمي، هدفها رعاية الطلبة الموهوبين ونشر ثقافة الموهبة والإبداع في المجتمع الكويتي. فإحنا عندنا المركز معسكرات صيفية سنوية، اخترنا هذا الصيف أن ننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في معسكر الفضاء اللي في هانزفيل ألاباما اللي هو تابع لوكالة ناسا الفضائية، للإطلاع واكتساب المهارات وتطوير قدرات الطلبة عندنا في هذا المجال. لطيفة شلونك؟ زين الحمد لله. حياك الله. الله يحييك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. سبيس كامب، شنو هذا سبيس كامب؟ سبيس كامب هو المعسكر اللي رحنا له، معسكر الفضاء. والمكان كان وايد حلو، وان كنا ننام بوقت معين نقوم بوقت معين، وان كان 100% الاعتماد على النفس، لان المكان بعيد عن الام وبعيد عن الاساتذة والابلات اللي كانوا معانا. فكانت تجربة وايد حلوة. قولي بعد عن المعسكر. في البداية معسكر الفضاء هو معسكر موجود في الولايات المتحدة. الهدف منه إعداد جينيريشن، جيل معين يخدم هذا المجال العلمي، مجال الفضاء تحديدا. مثل ما تفضلت، وكالة ناسا الفضائية عندها كذا مهام، سواء مهام أنجزتها مهام ما أنجزتها. من المهام اللي ما أنجزتها إلى الآن لا زالت تشتغل عليها هي مهمة المريخ، مارس ميشن. ففي الهدف الرئيسي في هذا الكامب من اللي عرفنا عندهم أن إنشاء جيل ممكن يساعد في ذهاب البشرية إلى المارس أو المريخ لاكتشافه، وممكن تكون في حياة على هذا الكوكب. لحظة. أنتوا الحين تشاركون مع الأخوان في وكالة ناسا في البحث عن موضوع كيفية أو إمكانية تعايش البشر مع جغرافية أو أجواء كوكب المريخ؟ هذا المعسكر هدف من أهدافه إنشاء الجيل حق هذا هذه الميشن. لكن في أيضا في البداية، لأن إحنا دخلنا في المستوى الأول اللي هو مستوى السبيس أكاديمي، في مستوى أعلى منه هو الأدفانس إلى أن نوصل إلى مستوى رواد الفضاء. يعني في أمثلة كثيرة، مثلا في عندنا رائدة الفضاء الإيطالية مارثا كانت موجودة في هذا السبيس كامب ودرست فيه من مستوى السبيس كامب إلى مستوى السبيس أكاديمي إلى مستوى الأدفانس إلى أن وصلت. هي مراحل، يعني مثل مراحل الدراسية. الدكتور عبد الله كلمنا عنها، شنو هي بدايتها؟ يعني هي السبيس كامب. أي هو أساسا معسكر الفضاء. هذا المعسكر موجود في كذا ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية، تابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا. اللي عارف أن مركز ناسا الأساسي هو مركز بحوث، ما يستقبل طلبة، ولكن
يوفر مراكز أخرى لاستقبال الطلبة وتدريب الطلبة وغيره من هذه الأمور. ولكن اللي احنا اخترنا هذا المعسكر في عدة مراحل يشارك فيها الطلبة. في معسكر لتدريب الجيش، كأن الطلبة راح يدربون على معسكرات حربية وخلافه. في معسكر ثاني اللي هو داخل المبنى نفسه، اللي هو مثل ما تفضل سليمان وقال أنه في ليفل أول اللي هو السبيس أكاديمي اللي احنا شاركنا فيه، في ليفل ثاني اللي هو الأدفانس اللي يعتبر أنه من تقريبا من 15 إلى 18 سنة، اللي هو يقوم بما يقوم به رائد الفضاء حقيقة. يعني الليفل اللي احنا شاركنا فيه في عدة مسابقات وفي مهام يقوم فيها مجموعة الطلبة، ولله الحمد أثبتوا مجموعة طلبتنا أن حتى المدربين اللي هناك يسألونهم أنتوا من وين جايين؟ هذه نقطة. النقطة الثانية في لفتوا انتباه المشرفين والمدرسين. نعم، وهم ممكن يعني قادرين أن يقولوا لك. النقطة الثانية أستاذ عبد المحسن أنه في أسئلة عجز مدربين المعسكر أن يردون على أسئلة طلبتنا، ولله الحمد. فإحنا إن شاء الله في عقب ما عرفنا طبيعة المعسكر وعرفنا أجواء المعسكر اللي موجودة هناك، فإن شاء الله إحنا السنة الجاية هم في احتمال أن ننتقل إلى المرحلة الأعلى اللي هي الأدفانس إن شاء الله مع مجموعة طلبتنا، لأن شفنا قيم موجودة في المعسكر، شفنا مهارات، تنمية مهارات، علاقات، في طلبة من كافة دول العالم موجودين. فإن شاء الله أنا أتركهم. هذه هي المرة الأولى؟ نعم، هذه أول مرة. لا بالضرورة، أنت على بالنسبة مبدئيا الكلام اللي أنت قلت لي الآن دكتور، بالضرورة أنه يكون في هناك مرات أخرى. لطيفة، شنو الأسئلة اللي يعجزوا المشرفين أو الأساتذة أن يجاوبون عليه؟ أن لما يطرحون علينا مادة يعني نحب نسأل بكل تفصيل. زين، شنو سألتي؟ سألت أن ليش ما أن نطور تكنولوجيا بدال ما نستعمل الوقود وأن الحرق عشان نصعد لفوق، ليش ما ممكن نطور شيء نصعد الفضاء بطريقة أسهل عشان ما ناخذ مساحة كبيرة مثلا. قالوا أن هذا ممكن صعب وكذا، بس أسأل مثلا هل هذا مستحيل؟ ممكن. يقولون مو مستحيل ممكن. أقول لهم شلون ممكن؟ أسأل شلون، أسأل كذي، بس ما يعرفون يجاوبون. ما عرفوا ناسا الأساتذة ما عرفوا. شنو سألت بعد؟ في البداية هما لما كانوا يطلعونا على المشاريع والأشياء اللي تنفذها ناسا، فمحور أسئلتنا يكون على هذه المشاريع. يعني مثل شنو سليمان؟ مثلا في ورون السبيس شاتل الأول اللي سووه، سألنا أسئلة أول شيء، بعضها جاوبونا بعضها ما قدر يجاوبنا، قال لنا ممكن نأيكم في اليوم الثاني جاوبكم عليها، لكن ما يالنا. في البداية سؤال اللي كان يحيرني، في مشروع في ناسا الآن موجود في الفضاء اسمه اللي هو ISS اللي هو International Space Station، هي عبارة عن Space Station موجودة بالفضاء، مشاركة فيها 5 دول مع الدول الأوروبية، فكلهم يعتبرون 15 دولة. فسألت الأسئلة ليش لازم هذه الدول كلها الخمسة تشارك بهذه السبيس ستيشن؟ ليش ما أمريكا بروحها؟ ليش ما روسيا بروحها؟ فما عرف يجاوبني في البداية، لكن قال لي أنا راح أبحث لك عن هالموضوع وراح أرد لك فيه. من اليوم الثاني قال لي سؤالك عجبني بصراحة، وأنا أكيد في شيء يعني في إجابة حق هذا السؤال، لكن راح نطلع لك إياها في النهاية. النهاية ما قدر طلعنا إياها. في كذا سؤال يعني يسألون إياه. أنت إحنا قبل لا نطلع سليمة، قبل لا نطلع على الهواء وإحنا قاعدين نسولف، ترى أنت عطيتني معلومة أنا ما كنت أعرفها. أنا أعرف إنه في مكوك كولومبيا انفجر أثناء انطلاقة وفقط، لكن ما بحثت بعدين عن الأسباب. وإحنا نسولف عطيتني هذه المعلومة. إي نعم. أنت بحثت عنها وسألت وقالوا لك المعلومة؟ إي نعم. قولها للإخوان والأخوات المشاهدين. في البداية كنا قاعدين في تور عندنا في بداية الأورينتيشن، مرينا على كذا مجسمات. إي نعم، مجسمات على مكوكات الفضاء اللي دزوهم ناسا للفضاء. ففي أسئلة مرت عليهم. إي نعم. كنا نسمع بالأخبار في عملية فشلت، عملية ما نجحت، في عملية مثلا في صاروخ انفجر. زين ليش انفجر؟ زين شنو السبب اللي خلاه انفجر؟ هل هو خلل فني، خلل ممكن يكون خلل اداري، شنو الشيء اللي خلى العملية هذه تفشل؟ فسألت عن صاروخ كولومبيا اللي انفجر،
فقال لي ان السبب كان الجو وايد وايد بارد في عملية اللونجينج اللي هو عملية اطلاق صاروخ. فالمكوك الفضاء هو مكوك ما يقدر يصعد فوق يعني يقطع المسافات الكبيرة والقوية عشان يخترق طبقة الأوزون وطبقة الأتموسفير. فشنو حطوا؟ حطوا له صاروخين هم اللي يساعدون انه يروح يخترق هذا الطبق بالضبط الغلاف الجوي. فاللي يدمج ما بين المكوك وما بين الصواريخ طبقة المطاط اللي هو الربر شيت. فالربر درجة حرارة معينة يكون مطاط، لكن بعد ما تنخفض درجة الحرارة إذا كانت باردة ممكن يتحول إلى بلاستيك وممكن ينكسر. فلسوء الحظ انكسر هذه الطبقة، انكسرت اللي تفصل ما بينهم، فنزل المكوك على الأرض وانفجر. طبعا الناس ما خلت الموضوع هذا يمشي بسهولة، بالتأكيد حاولت تطور وتطور وتطور. منها تعلمنا شيء حسب أسئلة اللي سألت عليهم إن ناسا مستحيل توقف تطوير، لأن إذا وقفت تطوير خلاص راح تبدأ تنزل. كل ما تطور كل ما تصعد، كل ما يقل تطويرها كل ما ترد تنزل. إحنا بس الإخوان والأخوات في الكنترول راح ينزلون أعتقد لكم موقع أو ويب سايت دكتور بالنسبة لي اللي أولياء الأمور أو حتى الشباب اللي مهتمين في مثل هذا الأمر مع هذا العلم، أكاديمية الموهوبين طالعة معانا على الشاشة. هذا حسابكم في الانستغرام فقط؟ اي نعم. في لكم حسابات اخرى دكتور؟ اي في حساب المركز الرئيسي اللي هو ممكن من خلال عملية البحث في النت. نعم 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 زاك جي سي اندرسكور كي دبليو، هذا الحساب الرئيسي لمركز صباح الحمد الموهبة والابداع. اما اللي موجود حاليا هذا حساب ادارة الموهبة اللي هي مرتبطة برعاية الطلبة الموهوبين من ابناء الكويت. قد يتساءل الآن المشاهدين وبالذات المهتمين في مثل هذا الأمر عن عملية اختيار الطلبة اللي ذهبوا كوفد يمثل الكويت والأكاديمية، شنو المعايير؟ حقيقة أنا يعني أوضح نقطة مهمة للسادة المشاهدين، أن طلبة مركز صباح الأحمد، مركز صباح الأحمد عنده طلبة لا يقلون عن 300 طالب وطالبا في مختلف المراحل العمرية، عندنا من الصف السادس حتى الصف العاشر، إن شاء الله السنة الجاية سليمان ولطيفة رايحين العاشر. مجموعة الطلبة تم اختيارهم وفق أساسيات ومعايير مختلفة عالمية في مجال رعاية الموهبة والإبداع، فإحنا نستقطبهم من الصف الخامس الابتدائي، نقدم لهم مجموعة من الاختبارات، اختبارات الذكاء، اختبارات الإبداع، من يجتاز يدخل عندنا في مرحلة الصف السادس يكمل معنا للصف الثاني عشر. احنا اخترنا مجموعة ناسا او جروب ناسا من طلبة مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، فهم عندهم اختبارات ثانية، صحيح هم طلبتنا الموجودين في المركز، ولكن عندنا اختبارات. هذه الاختبارات بناء عليها تم اختيار 21 طالب وطالبة للسفر لمعسكر أمريكا اللي هو خاصة في سبيس كام. اختبارات إبداع، اختبارات ذكاء، اختبارات في عندنا مناهج إثرائية في المركز. اي نعم عندنا مناهج إثرائية نقدمها للطلبة، هم هذه درجات هذه الاختبارات ساهمت في انهم يسافرون ويانا. الحين هم بعد هم قاعد يوجهون لي اسئله، الطلبه والطالبات 21 طالب وطالبه اللي سافروا ويانا، دكتور هل احنا بنروح المرحله الثانيه؟ طبعا المجال مفتوح للكل، بس من طلبه مركز صباح الاحمد والموهبه والابداع، ولكن من يثبت جدارته ويجيب درجات عاليه في هذه الاختبارات ان شاء الله راح يروح لمرحله المعسكر المتقدم ان شاء الله السنه الجايه. عندك نموذجين ما شاء الله، يعني اللي سالت سؤال نعم. ليش الاعتماد فقط على الوقود، وعندك اللي اكتشف او تساءل عن صحيح. موضوع الانفجار وشنو سببه. لطيفه يعني بنات جنس تشوفون مثل هذا السن، يعني يمكن حتى بنات امريكا، حتى بنات الولايات المتحده الامريكيه، اهتمامهم في مواضيع المراه الشابه البنيه اللي توها عارفه يعني شغلات البنات، يعني مو شغلات علميه، يعني حتى شغلات أدبية أو قراءة أو كذا قليل جدا ما يفكروا فيها. شو اللي خلاك أنت ومن دولة مثل الكويت ليس تقليلا منها ولكن حسب طبيعتها ولله الحمد تفكر في مثل هذه الأمور العلمية وأنها تنضم إلى مركز أكاديمي؟ طبعا. أولا كل واحد عنده اهتمامه، وهذا مو عيب أو غلط أن الواحدة تهتم بنفسها أو تهتم بهالمواضيع. أنا بعدها أحب هالمواضيع وايد،
وهمن أنا من وأنا صغيرة أحب أن أشوف العالم، مثلا أشوف نملة أسميها أروح أقعد معها أشوف النمل اللي يمشون. وهمن الحين أنا مهتمة أن مثلا بالطب ودي لو أصير دكتورة، بس هالفرصة اللي قدموها لي المركز خلتني أحب الفضاء أكثر. وأحط هدف أن أروح المريخ وأحط علم الكويت هناك. اللي خلاني هو أن إحنا بهالكوكب الصغير بهالكون اللي ما نعرف إحنا بعد إيش كبره، لو نقدر هو يمكن 10 مرات أكبر أو 1,000,000 مرة. وين هو؟ المريخ؟ الكون. إيه. زين. فاللي خلاني إن أهتم بالمواضيع وكذي إني أحب أكتشف، أحب أتعلم. مثلاً لقافة بالكون. لا مو لقافة، لا. معرفة، هذه في فرق بين. وبالعكس إذا لقافة كذي. أنا أضيف نقطة. يعني الطلبة الموهوبين من سماتهم خصائصهم يعني نهيمين للمعرفة، كثيري الأسئلة. طبعاً كثيري الأسئلة. يعني أنا بقول شغلة عن سليمان وعن عن لطيفة في أثناء المعسكر. إحنا هدفنا في المعسكر بعيد عن الخمس أيام اللي عشناها في السبيس كامب، اتكلمنا عن موضوع أو رحنا عدة ولايات. هذه الولايات اكتسبنا أو زرنا فيها متاحف وزرنا فيها أماكن خاصة بالفضاء وأماكن ترفيهية، كون أن الهدف العام للمعسكر ترفيهي اجتماعي قيمي. أنا تفاجأت لنتيجة لقربي من الطلبة ما شاء الله، يعني هذا سليمان وفاطمة أو لطيفة جزء من 21، غير الطلبة اللي عندنا ملوت المركز اللي تقريبا 300 طالب وطالبة. ما شاء الله عندهم قدرات، عندهم مهارات تتفاجأ أستاذ عبد المحسن. إن إحنا عندنا مجموعة من الطلبة الكويتيين اللي يحتاجون الدعم. الحين المسؤولية كبرت للأمانة، يعني جيل ما شاء الله مثقف واعي عنده علم مخيف، فيخليك أنت تتحمل مسؤولية أكثر. عندي بقول شغلة عن لطيفة. لطيفة ما شاء الله لا إله إلا الله، كوني أنا رئيس الوفد فعيوني عليهم كلهم، أحاتي أول واحدة لطيفة. ليش؟ ما تدري وينها، ما شاء الله عليها اجتماعية. إذا قبل شوي تقول حتى النملة تبي تشوف فيها وين رايحة. أنا بقول شغلة على لطيفة. والله معلوم. بقول شغلة على لطيفة. إن سوت في المطار، إحنا في مطار واشنطن رايحين أورلاندو. زين. هذا الوصول الضار. لا إحنا قاعد نتنقل، لأن أول رحلتنا كانت ولاية نيويورك، انتقلنا واشنطن، بعد واشنطن رحنا أورلاندو. حلو. وآخر ولاية اللي هي رحنا ألاباما اللي هي فيها المعسكر. لطيفة في مطار واشنطن قاعد تسوي مسابقة ما بين الأمريكان. أنا أتمنى أن أنت تسأل هذا السؤال. شو مسوي في المطار واشنطن؟ أوكي. قبلها كنا بنيويورك، كنا بالمكان مبنى. زين. فقام يوزع واحد إنه كروت، أوكي؟ كل ما أنا أمر ما أخذ كرت، أمر ما أخذ كرت، آخر شيء صار فيني الله في هدية داخل، كان أروح له ويعطيني كروتي كمية 7 كروتي. كوبونات. زين. إيه. فأنا صار فيني الله وناس أول شيء، بعدين خلاص ما أحتاجهم. شو سوي؟ رحت وزعت على الناس، أسألهم سؤال، قلهم ممكن أسألكم سؤال؟ يقولون سألي، أسأل، ويقولون فزتوا معنا بهالكرت. هذا الكلام كان بمطار نيويورك. إيه؟ أنت سويتها؟ لا مطار واشنطن. أنت تقول قلتي مطار نيويورك؟ لا، كنا بنيويورك، بعدين رحنا واشنطن بالباص. نقلت التجربة إلى مطار واشنطن. إيه. سويتي مسابقة؟ إيه، سويت مسابقة وأعطيتهم الهدية. شنو الأسئلة؟ الأسئلة والله قام أطلع، قام ألف. إيه؟ بس على أمريكا الأسئلة كانت على أمريكا، يعني مو عن أشياء ثانية. مثلا سألت سؤال شنو الولاية اللي اشترتها أمريكا ب1,000,000 دولار؟ زين. كانت ولاية ألاسكا. ألاسكا إيه، شروها ب1,000,000. أول واحد ما أعرف الجواب، كان أسأل اللي يمه، كان أقول له تبي بحرف الإيه، بعدين قال ألاسكا. قاعد تعطيني مساعدات؟ إيه، أعطي مساعدات اللي أحتاج تخلص من الكروت. سليمان، أنت شباب الآن في بداية عمرك وتواجدت في مثل هذا الموقع، سواء الأكاديمية ولا الولايات المتحدة والسبيس كامب، مثلت الشباب الكويتي، وبالتالي أنت الآن أمام مهمة تحمل من خلالها رسالة. شنو ممكن أن أنت تقدمه وتحافظ على هذه الرسالة؟ في البداية الرسالة لازم تكون موجهة لفئة معينة، فئة نابغة ممكن تقود مستقبل الكويت نحو مستقبل مبهر، مستقبل سلام جميل، عليك. يدعم سلام. العلوم والتكنولوجيا.
الرسالة هي أن في ناس وايد تستصغر الشباب الكويتي بزيادة وتستصغر بالضبط وتستصغر الفرص اللي توفرها دولة الكويت حق الشباب. فدائما يقول إذا شخص عنده طاقة شبابية الكويت ما توفر، لا يبا الكويت توفر، الكويت عندها مشاريع، عندها وزارة الشباب، عندها مركز صباح أحمد موهبة الإبداع. منو كان يحلم أنه ممكن يروح سبيس كامب من قبل؟ بعد ما الناس شافتنا ان احنا رحنا، لا غيرت كلامها، قالت ان لا الكويت عندها فرص تعطيها حق شبابها، عندها فرصة توفر لها على اساس يبدع في مجالات معينة غير المجالات اللي هو مبدع فيها، سواء على المستوى المحلي او على المستوى الدولي. لاحظت في استغراب من اللي كانوا مشاركين معاكم المعسكر، سواء لأشخاصكم أو حتى للبلد اللي أنتوا طالعين منها، ما قالوا يعني هذا البلد الغنية، بلد النفط وبلد الشباب فيها ممكن يكون مترف، وبالتالي لا العكس عندهم، لا والله عملي ويفكر وعنده بحث وعنده اهتمام. بالتأكيد، يعني بالتأكيد هذا الشيء موجود عند الدول الغربية، على الشرق الأوسط بشكل عام موجود استصغار القدرات اللي عندنا، استصغار المهام اللي ممكن ان احنا ننفذها. في البداية احنا نحتاج في مدربين يكونون مسؤولين عنا، مدرب مسائي ومدرب صباحي. المدربين هذول وايد نسولف وياهم، وهم هذا الشيء تعلمناه ان نكون سوشيال، نكون اجتماعيين حتى مع الناس اللي اكبر منا. فقام يستغرب، يعني هل انتم عندكم هذه السبيس كامب، عندكم هذه الاشياء اللي موجوده عندنا، عندكم، كان يسال حتى الاشياء اللي ممكن تستغرب منها، كان يسال هل عندكم مدينه بس مدينه نيويورك، مدينه الاباما داون تاون. فاستغرب من هذا الشيء. فمن خلال يعني قضائنا 5 أيام في هذا المعسكر وكل يوم نقابل هذا المدرب عرف عنه، فأنا قلت له يعني عندي منك طلب أن حاول تغير فكرة أن الكويتيين أو بشكل عام الناس اللي في الخليج أو في الشرق الأوسط فكرة أن يستصغرونهم، فكرة أن هذول ما عندهم قدرات، حاول تغيرها. فقال لي يعني I'll do my best، راح أحاول اللي أقدر عليه. وقلت له يعني ما قال مشكور. دكتور عبد الله، المشاركة تعكس مدى تنوع جهود المركز في تحقيق التميز الإبداعي. كيف يمكن تحقيق الاستثمار البشري من خلال هذه الجهود ومثل هذه الفعاليات اللي انتم تسوونها وايضا تشرفون عليها؟ يعني هو الهدف من الاستثمار هذا ان احنا ننشر ثقافة الفضاء وهذه النوعية من المعسكرات في الكويت. النقطة الأهم أستاذ عبد المحسن أن إحنا عندنا طاقات، ومثل ما أنتم شايفين ما شاء الله مثقفين متعلمين، عندهم الحجة وعندهم الدلائل ومو قاصرهم شيء. فإحنا نسلط الضوء على من هو مسؤول في الكويت أن هذا التخصص يجب أن ينقل إلى الكويت كبداية، لأن إحنا مو ناقصنا شيء ولله الحمد، عندنا قدرات، عندنا طاقات ما شاء الله، لا إله إلا الله عليهم. يعني إحنا من يعني المسؤولين عن هذه البرنامج أو هذه البرامج اللي يقدمها مركز صباح الأحمد، تفاجأنا في مجموعة من القدرات والمهارات ما شاء الله اللي عندهم. فهذا اللي يعطينا المسؤولية لاستثمار هذه الطاقات البشرية لصالحها، وبالنهاية أكيد لصالح المجتمع الكويتي. هل في بالنسبة لكم أنتوا متابعة للعام الدراسي؟ نعم. بالنسبة لمستواهم الفكري ومستواهم الدراسي من حيث الدرجات وخاصة في الأمور العلمية؟ أي نعم، هم عندنا أساسا في اتفاقية تعاون موقعة ما بين مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ومتمثلة في مؤسسة كويت التقدم العلمي ووزارة التربية. هذه الاتفاقية فيها عدة محاور وبنود، منها اختيار الطلبة، توفير المباني المدرسية، توفير المعلمين، وتقديم الدراسة طول السنة من صف السادس حتى الصف الثاني عشر. وطبعا في مقاييس واختبارات تقيس مدى تطور مهارات وقدرات معرفية اجتماعية نفسية بالنسبة لمجموعة من الطلبة، إضافة إلى المعسكرات الصيفية اللي احنا قاعد نقدمها لهم اللي هم تنمي أكيد مهاراتهم الاجتماعية والمعرفية. ودي أختم مع لطيفة وتقولين حق بنات جيلتش وحق الشباب والشابات الكويتيين، شنو طموحك؟ طموحي؟ تمام. طموحي أني أكون
أصغر وأول رائدة فضاء كويتية بالفضاء أني أكون على القمر وأكون على المريخ إن شاء الله وأعيش هناك. تعيشين؟ أعيش. وين القمر ولا المريخ؟ لا القمر تي أمشي هناك أسير عليهم أعيش في المريخ. تبي تأخذين يعني ترانزيت بالقمر وتروحين المريخ؟ لازم أريح شوي. ما شاء الله عليك، الله يعطيكم الصحة والعافية. زين الربيع شنو طموحك؟ العكس؟ لا بالتأكيد يعني شخص في هذا العمر قد الناس تستغرب أن شخص طموحه كبيرة، لكن دائما في كلمة مشهورة دريم بيج، احلم للأكبر أو اطمح للأكبر، فليش ما تكون طموحنا مثل ما قالت لطيفة، ليش ما تكون طموحنا أن احنا نكون في المريخ؟ هذا الشيء موجود عندنا، عندنا الطاقات وعندنا الخبرات، بس محتاجين مثل ما يقول الدكتور سلف، بس محتاجين ندق سلف عشان نمشي وإن شاء الله نحقق طموحنا، وإحنا حين في بداية الدرب اللي يمشينا لوصولنا للهدف ونحقق طموحنا فيه. أنتوا إذا شاركتوا بهذه الفعالية خاصة اللي أدهشتوا فيها المشرفين عليكم في وكالة ناسا، أعتقد بإذن الله أن أنتم من ممكن أن تكونون من رواد الفضاء القادمين في حادثة. إذا ساعدني الوقت أسأل أستأذنك، أن إحنا في بداية دخولنا للمعسكر للأمانة إحنا عارفين الآلية اللي تمشي عليها المسابقات، فكان في رانكينج زين أو ترتيب، هم كانوا 31 فريق في مستوى الليفل طلبتنا وطالباتنا. فأول يوم دشينا لاحظنا أن حتى على الأكل في حسبة، يعني أنت مثلا حطيت بصحنك مجموعة يعني أكل وخليت زايد، هذا يخصم عليك نقاط. يبي يعلمونهم أن أنت تاكل ولا تصرف، تاكل على قدك زين. فإحنا شفنا أن في اليوم الأول تابعنا الترتيب، كنا المركز 21 سليمان 21. فثاني يوم اجتمعت مع مجموعة طلبة 3 دقائق، قلت لهم إحنا جايين هني مغشمرة، جايين مثل الكويت. اليوم الثاني في نهاية اليوم إحنا كم ترتيبنا سليمان؟ الثامن. من 21 صعدنا الثامن. زين، فاللي أبي أوصله وعندي حقيقة ومؤمن فيها، طلبة الكويت مقاصرهم شيء، عندنا القدرات وعندنا المهارات ومحتاجين الدعم. الدعم نتمنى إن شاء الله يعني من جهات وزارة الشباب موجودة، لكن أيضا بحاجة إلى الشركات اللي الله رازقهم من خلال الكويت، إن مثل هذول الشباب يكون في تسليط الضوء عليهم والاهتمام منهم ودعمهم ورعايتهم. مشاهدينا كل الشكر لضيوفنا الدكتور عبد الله محمد السويد مدير إدارة الموهبة في أكاديمية الموهوبين التابعة لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، والطالبة لطيفة فواز الخزيم، والطالب سليمان وليد الربيعة من أكاديمية الموهوبين التابعة لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، إلى زميلة مونيا.